التهاب قدم السكري مرض يعتبره البعض ثانوياً، إلا أن مخاطره عديدة، وفي حال لم تعالج قد تؤدي إلى خسارة القدم أو حتى الحياة. أول ما مريض السكري يصير في عنده جرح بسيط لازم دغري يجي عند الاختصاصيين. مش أي شخص ممكن يقدر يعالج لنا الالتهاب. ما فينا نسمع إذا شو عم، مع كل احترامنا للصيدلة أو مع كل احترامنا للإطفائية أو لأي شخص ممكن أنه هو بيهتم لنا بالجرح. بالسي أم سي هو عبارة عن فريق متكامل، فيه طبيب لجروحة، فيه ممرض مختص لجروحة، طبيب سكر، طبيب جراحة شرايين، طبيب التهابات، حكيم عظم، هولي كلهم هن الفريق اللي بيهتم بهذا الموضوع. من وراء هذا الموضوع قدرنا نحافظ على قدم سكري من دون ما نوصل للبتر بأكثر من حالة، وكان في عنا نجاح فيهم. التطور ساهم في الوصول إلى نتائج مبهرة على هذا الصعيد. في أجهزة كتير جديدة، في عنا رقع صناعية، في عنا خيارات كتير متعددة بنقدر نطرحها قدام المريض ونتعاون سوا لنقدر نحافظ على القدم. أما بالنسبة لموضوع العقر، العقر كمان هو موضوع مزعج عادة بيصير عند الكبار بالعمر، اللي هو عبارة عن نقص بالدم عم بيصير على الجلد، آخر شيء بيؤدي لجرح، وهذا الجرح بيصير بيعمل ريحة وبيعمل التهاب وبيعمل مشاكل. حتى هول المواضيع كمان في لهم حل، وهذا الحل هو مش دائما ضروري انه يكون داخل المستشفى، بنقدر نعالجهم حتى بالعياده، بنقدر نعالجهم، نحافظ على هيدي الجروحه ونوصل لمحل انه حتى هدول العقور اللي هن بسموهم جروح مزمنه انه يقدر يخدموا، ونوصل لحالات نجاح فيهم كتير. في ظل التطور الحاصل حتى التسميه اختلفت من كرونيك وونز الى هارد تو هيل وونز لاعطاء المريض الثقه بانه سيتعافى.